السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هتكلم عن بعض الرؤى التي تدل على النجاة، وكأنك يعني سبحان الله في الحقيقة مقدم على شيء فيه خطر لك أو فيه مكروه أو شر قادم إليك، فسوف ينجيك الله تبارك وتعالى منه. طبعا ده لما يكون عندك مثلا شيء في الحقيقة وانت داخل عليه وخايف ان يكون فيه شر ليك. بعض الرؤى ساعتها لما تشوفها تدل على النجاة. اول رؤية وهي رؤية اثاث البيت. هذه الرؤية خلي بالكم ان فيه معاني اخرى لجميع الرؤى التي سوف اذكرها، لكن أنا أخاطب شخص معين. كما ذكرت في البداية، الشخص ده داخل على شيء حاسس إن فيه شر أو قادم، مش عارف هو إيه اللي هيحصل، قد يصاب بمكروه، قد يصاب بشر، في شيء داخل عليه هذا الشخص الذي أريده. بخلاف ذلك هذه الرؤى لها معاني أخرى. أو الرؤية كما ذكرت وقلت وهي الأثاث، أثاث البيت. الرؤية الثانية التي تبشره بالنجاة الشجرة الجميلة، تدل له على النجاة من شر قادم أو من مكروه. رؤية العبايات، أكثر من عباية، تدل على النجاة. رؤية العسل، هذه الرؤية تدل على النجاة. رؤية قطع السبحة وتجميعها، المسبحة اللي احنا بنسبح بيها دي اللي بتبقى 33 او 99، ارى انها قطعت وجمعتها، هذه الرؤية تدل على النجاة. رؤية دخول البحر والخروج منه تدل على النجاة. اخر رؤية معنا وهي رؤية الجمل بالنسبة للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل لها على النجاة ان شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.